احيي حضراتكم من مقر النادي الاهلي في الجزيره وعبر شاشه قناه النادي الاهلي. التحيه لزملائي في الاستوديو المهندس سعاد القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي ولجمهور النادي الاهلي العريض اللي حريص على متابعه اجتماع مجلس الاداره اليوم. وتاذنوا لي اشكر زملائي الصحفيين الحقيقه وممثلي وسائل الاعلام اللي موجود عدد كبير منهم حرصا على متابعه مجلس اداره النادي الاهلي في جلسته الممتده. هي الجلسة الثالثة الممتدة الحقيقة وستبقى ممتدة أيضا إن شاء الله إلى يوم السبت. هذا الحرص والمتابعات والأخبار اللي يعني خرجت في إطار اجتهادات بتمثل للنادي الأهلي تقدير إنه جموع الشعب المصري لديها اهتمام بالغ بأمور المؤسسة الرياضية الأكبر في مصر وفي الشرق الأوسط، وده شيء مقدر، وبالتالي مجلس الإدارة يعي هذا تماما ويبذل كل جهد مخلص من أجل النهوض بقلعة الرياضة في مصر. الحقيقة أنا بس عايز أقول لحضراتكم أنه كان على جدول أعمال هذه الجلسة واحد من الموضوعات المهمة بعيدا عن كرة القدم. هنيجي لكرة القدم، أنا عارف حضراتكم يعني مهتمين نقول أبرز ما اتخذ فيها من قرارات لأنه الملف الحقيقة مفتوح ولم يغلق بعد، وهنقول لحضراتكم بالظبط إيه اللي حصل. لكن في البداية تم عرض الحقيقة تقرير مجلس الإدارة في الفترات من 1/1/2017 حتى 30/6/2018، وتم اعتماد أيضا مشروع الموازنة العامة للنادي في 2018-2019 وهتعرض على الجمعية العمومية المقررة انعقادها يوم 23 الشهر الجاري إن شاء الله. من الأخبار المهمة أنه تم اعتماد أو مجلس الإدارة عمل مقترح هيعرضه على الجمعية العمومية وهيتم تنفيذه إن شاء الله في القريب العاجل، يتعلق بزيادة العضويات الجديدة. قيمة العضويات الجديدة ستصبح قيمة العضوية في النادي الأهلي 500,000 جنيه. النادي الأهلي بفروع المختلفة العضوية العامة لتصبح عضو عامل ستصبح 500,000 جنيه. هذا المقترح سيعرض على الجمعية العمومية، أو هذا القرار لمجلس الإدارة سيعرض على الجمعية العمومية لاعتماده، وسيتم فتح باب القبول لقبول 1500 عضوية بهذا الرقم، لكن هيتم تفعيله اعتبارا من 1/2/2019 علشان الناس اللي عندها رغبة تلتحق الآن بعضوية النادي الأهلي بقيمة 350,000 جنيه يكون عندها فرصة تقريبا 3 شهور تقدر تقدم على هذه العضوية. الشيخ زايد أيضا مقترح زيادة هذه العضوية إلى 175,000 جنيه. العضوية القديمة كانت 125,000، سيتم رفع العضوية إلى 175,000 جنيه اعتبارا من اعتماد الجمعية العمومية. الشيخ زايد بمجرد اعتماد الجمعية العمومية سيتم تفعيل هذا القرار. تجمع الخامس سنفتح فيه باب العضويات الجديدة اعتبارا من 1/12 القادم، يعني في غضون أسبوعين سيتم فتح باب العضويه في التجمع الخامس. حضراتكم عارفين انه كان في جهد كبير بذل من مجلس الاداره في سبيل توفير هذه الارض وتغييرها والمخطط العام والقرار الوزاري وما الى ذلك، وكان في لجنه مشكله من مجلس الاداره بتكليف من الكابتن محمود الخطيب بيراسها الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي بذل جهد كبير الحقيقه جدا في طريق وسبيل استصدار التراخيص الخاصه والقرار الوزاري الخاص بالتجمع الخامس. قيمه اشتراك فرع التجمع الخامس ستكون 200,000 جنيه. باب العضوية مفتوح اعتبارا من 1/12 لكل من يرغب في الاشتراك في العضوية الخاصة بالتجمع الخامس. الحقيقة عندنا زي ما قلت لحضراتكم تاني علشان الأمر لا يختلط، العضوية العامة الخاصة بالجزيرة طبعا ومدينة نصر والشيخ زايد سيتم تفعيلها بعد 1/2/2019 وبعد اعتماد الجمعية العمومية. أما زيادة العضويات في الشيخ زايد فتفعل بعد اعتماد الجمعية العمومية على طول القادمة إن شاء الله يوم 23 نوفمبر. كان في يعني مجموعة موضوعات أخرى متعلقة بالأكاديميات في إفريقيا وتوسع النادي الأهلي، وهذا الملف بيتولاه الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة، ومازال الإعداد بدقة الحقيقة وإعداد دراسة جدوى للانتشار في إفريقيا. وحضراتكم عارفين ده توجه بشكل عام للدولة المصرية وليس فقط للنادي الأهلي، والنادي الأهلي بصفته أكبر مؤسسة رياضية مصرية حريص على التواجد في قارة إفريقيا وعمقنا الكبير فيها. كان هناك أيضا مقترحات وعمل دؤوب يتعلق ب اللجان اللي بيتولاها وبيتولى الإشراف عليها الحقيقة الدكتور مهند مجدي أيضا عضو المجلس، فقرر المجلس تشكيل لجنة أو تكوين لجنة للطفل وفصلها عن لجنة المرأة، الاهتمام على أشد الحقيقة بذوي الاحتياجات الخاصة اتساقا أيضا مع توجه الدولة أنه هذا العام هو عام
ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم العالية، وسيتم تفعيل كود للإعاقة والعمل على تفعيل القانون الخاص بنسبة 5% بحيث النادي الأهلي يقوم بدوره كمؤسسة في المجتمع المصري. أخد حضراتكم بقى لبعض الأخبار الخاصة بقطاع كرة القدم، وده الموضوع الجماهيري اللي بيشغل حضراتكم الحقيقة. حضراتكم عارفين أنه الكابتن محمود الخطيب رجع بالأمس من ألمانيا بعد رحلة علاج. لنكون دقيقين، يعني سنقرأ بيان صحفي ليسهل على حضراتكم الأمر وأيضا الجمهور يتابعنا من خلال شاشة النادي الأهلي، أنه عاد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس من ألمانيا بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية والتي كشفت عن ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري التي كان يعاني منها الكابتن الخطيب خلال الأشهر الماضية. والحقيقة أنه الكابتن محمود الخطيب اكتشف هذا الورم في شهر أغسطس الماضي، ولكنه فضل ألا يعلن عنه وقرر تأجيل العملية الجراحية المرة بعد الأخرى لارتباطه بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة، ثم مساندة الفريق الأول لكرة القدم بعد وصوله للأدوار النهائية في بطولة إفريقيا. إلا أن الطبيب المعالج للكابتن محمود الخطيب حذر من خطورة تأخير التدخل الجراحي لأكثر من ذلك، وبناء عليه فقد تقرر إجراء العملية الجراحية يوم الاثنين المقبل بإذن الله 19 نوفمبر 2019. مقرر أن الكابتن محمود الخطيب يغادر القاهرة مرة أخرى يوم الأحد القادم، يعني بعد 48 ساعة من الآن. حضر الكابتن محمود الخطيب اليوم الخميس إلى النادي وأجرى عدة لقاءات مع الكابتن محمد يوسف مدرب عام الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة، وباتريس كارتيرون المدير الفني، وأيضا الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وجرت مناقشتهم في تقاريرهم الإدارية والفنية والطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم عن الفترة السابقة ومنذ بداية الموسم. ثم انعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، وقلنا لحضراتكم أبرز ما خرج عن المجلس يومي 23 و 24 نوفمبر. كما اطلع الكابتن الخطيب أيضا أو أطلع الكابتن الخطيب المجلس على فحوى الاجتماعات ومضمونها التي جرت صباح اليوم والخاصة بقطاع كرة القدم. كابتن الخطيب طلب من مجلس الإدارة أنه بحاجة إلى 48 ساعة للقيام بدراسة وافية للتقارير التي عرضت عليه قبل إصدار قرارات بتغيير قطاع الكرة أو بإجراء تغييرات في قطاع الكرة. وعرض الكابتن الخطيب رؤيته المستقبلية بخصوص إدارة قطاع كرة القدم في النادي والخطة المطلوبة على المدى القريب والمتوسط لإعادة بناء الفريق الأول، والتي ناقشها واعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار القرارات التالية: 1. إلغاء لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي وتوجيه الشكر للكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق على جهدهم المخلص خلال الفترة السابقة. والحقيقة أن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيؤكد ويثمن الدور الكبير والمخلص لأبناء النادي الأهلي الكبار الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق وجهدهم المخلص الدؤوب الذي بذل خلال الفترة الماضية. المجلس الحقيقة وكل المنتمين للنادي الأهلي ممتنين لكل ما قدمه أبناء النادي الأهلي، وهذا ليس بغريب على أبناء النادي الأهلي. الحقيقة كلنا كنا نتابع عن كثب الدور الكبير اللي لعبه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي طوال الفترة الماضية، وده شيء مش مستغرب لابن وكابتن من أبناء النادي الأهلي ولا للكابتن علاء عبد الصادق. وحضراتكم عارفين قد ايه أيضا الكابتن علاء عبد الصادق لعب دور كبير سواء في لجنة الكرة أو حتى في بعض الصفقات اللي تمت وكانت من نصيب النادي الأهلي. فإلغاء لجنة الكرة والشكر جزيل وموصول مرة أخرى من كل المنتمين للنادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وأحب أقول لحضراتكم الحاجة الوحيدة اللي كان حريص الكابتن محمود الخطيب أنه يطلبها مني قبل ما يغادر قاعة اجتماعات مجلس الإدارة، أنه يوجه شكره الخاص ويؤكد علي في هذا الأمر بخصوص توجيه الشكر الجزيل والمقدر والذي يليق الحقيقة بقيمتين وقامتين من أبناء النادي الأهلي، هما الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق. ده كان القرار الأول اللي عرضه الكابتن محمود الخطيب على مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة خد القرارات زي ما قلت لحضراتكم. رقم 2 في قرارات مجلس الإدارة
تفويض الكابتن محمود الخطيب او اعاده تفويض او تجديد تفويض الكابتن محمود الخطيب بالاشراف على قطاع كره القدم في النادي الاهلي. ثلاثة، إضافة الأستاذ هيثم عرابي لإدارة التعاقدات بالنادي الأهلي. إضافة الأستاذ هيثم عرابي لإدارة التعاقدات بالنادي الأهلي. حضراتكم عارفين إنه الأستاذ هيثم كان موجود في إدارة التعاقدات قبل كده في النادي الأهلي، ومجلس الإدارة رأى إنه يستعين بخبراته مرة أخرى مع إدارة التعاقدات الموجودة واللي بتضم مجموعة الحقيقة متميزة من أبناء النادي الأهلي واللي بيتم إعدادهم لتحمل المسؤولية وقيادة النادي خلال السنوات المقبلة. بنهنئ الأستاذ هيثم عرابي وبنتمنى له التوفيق مع زملائه كابتن محمد فضل وباقي الزملاء في الإدارة في تحقيق طموح النادي الأهلي وجماهيره، ونهنيه على ثقة مجلس الإدارة الحقيقة. أربعة، سيتم استكمال هذا الاجتماع، هذا الاجتماع ممتد وسيتم اكتماله عفوا استكماله يوم السبت المقبل إن شاء الله 17 نوفمبر لاعتماد القرارات الخاصة بقى بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم. خلال 48 ساعة دول هيكون الصورة اتضحت بالنسبة للكابتن محمود الخطيب بصفته المشرف والمفوض مجلس الإدارة بالإشراف على شؤون كرة القدم وقطاع كرة القدم. هيعرض هذه الرؤية على المجلس وبالتالي تصدر بقية القرارات اللي انتوا اجتهدتوا الحقيقه كزملاء النهارده كتير، وخرجت بعض الاخبار التي لم تكن دقيقه حتى اللحظه، يعني طالما انه مجلس الاداره لم يفصح عن شيء ولم يتحدث الكابتن محمود الخطيب بخصوص هذه القرارات فتبقى في اطار الاجتهادات الصحفيه المشروعه. ايضا تقرر ان يترأس الكابتن محمود الخطيب اجتماعا اخر يوم السبت مع لجنه التعاقدات لتكليفهم بتوفير الاحتياجات العاجله للفريق الاول في المراكز المختلفه، على ان يقوم او على ان تقوم اللجنه، لجنه التعاقدات يعني، بالمتابعه مع الكابتن الخطيب اثناء رحلته العلاجيه حتى يعود بسلامه الله الى ارض الوطن. كل الامنيات الطيبه للكابتن محمود الخطيب ان شاء الله، يعني ان يمن الله عليه بتمام الشفاء وان يعني تكون هذه العمليه الجراحيه يوم الاثنين هي اخر جراحه يجريها لتخفيف آلامه ولبلسمة جراحه. الحقيقة كلنا كنا ندرك أنه بيضغط على نفسه خلال الفترة الماضية من أجل خدمة النادي، كان يعمل بتفاني بدأب، جميعنا يلجأ إليه في كل الأمور وكان يخفي آلامه عن الجميع رغم أنه هذا الألم شيء لا يطيقه بشر يعني. فتمنياتنا له بالشفاء العاجل وأن يمن المولى سبحانه وتعالى عليه بالشفاء وأن يعني يبقى النادي الأهلي في الصدارة دائما ولا خوف عليه طالما امتلك أبناء ورموز وقيادات يعني من هذه النوعية التي تتفانى وتعلي مصلحة النادي الأهلي على أي مصلحة خاصة. ده اللي عندنا النهاردة، يعني أنا بشكر حضراتكم، إن شاء الله يكون لنا لقاء تاني يوم السبت نخبر حضراتكم ببقية القرارات اللي هتكون معظمها خاصة بشؤون كرة القدم بعد ما تكون الصورة اتضحت بالنسبه للكابتن محمود الخطيب ويعني اعاد التشكيل والهيكله وعرضوا على مجلس الاداره واقروا مجلس الاداره. حتى ذلك الحين بنشكركم وبنتمنى لكم دائما يعني الصحه والسعاده وللنادي الاهلي كل توفيق وتقدم وازدهار والقادم افضل باذن الله، والعام القادم 2019 سيكون الاهلي بطلا لدوري الابطال الافريقيه باذن الله، كلنا ثقه في هذا الامر. وبالنسبة لقناة النادي الأهلي سأعود الآن إلى زميلي العزيزين وأستاذينا المهندس عدلي القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي لاستكمال برنامج ملك وكتابة، فإليهما الميكروفون. بشكر حضراتكم وبشكر زملائي الصحفيين، شكرا جزيلا حضراتكم.